أحمده تعالى وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يقول تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. آيات عن مانت الدرسي أن قبل الله إن شاء الله وآيات الرقم كذي هي بقول يتمني يسكو لكن الدروس سهرا وحوالنا قنعنا ما يشارت إذا كذي خذ من أموالهم لي خذ وأمر نبقى على أمري من أموالهم أمواشنا إلى الأدلسي فرط ما يشارت نبقى على أمري ومدي سنة كبع يوطح في عهد سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لمن كي زكاة الدين آيات أنا سيدر الشديد خذ نبي قال له أمري من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلواتك سكن لهم. عرفنا صلوات الرسول ما نعرف صلوات أبي بكر نهي كل كتاوى كديدي واسكة قاضي زكدي ودليل أمها ونبي أنك سأميس في جوغبة وقاضية من أموالهم لي وعام وحل وشي حور أهودتك إليهين من أموالهم لكم خاصها وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. أيضا سأكون رسا مبتعي خذ من أموالهم كوا كريا خاصكم هذا أنا لك قاضية حسا أحد مالك أنا لك قاضية إلا مالك يقنية أموبي مثلا مال تجارة وحيد عشرة أدوسه وقدسه ربح كدونيسه أموالهم تاسا كل من واسك قاضيسه ولا وحي إليهين نبغي كما قاضي صحابه كما قاضي قول ذاتها لك الشيء ما عرفتي ألباني أنا كما مخلص لكن ماشا هذا من أموالهم اللي يريد وحي وما عرفتي زيادة إيا لك الرب ما عرفتي أنما وحولها سلوي تجاري سنة وحاكروا لماذا سمارتي تمرتي يا عنبتي يا وحالمدة حبوبتي بريسكي مسكدي كوي على لماذا وحالمدة ما عرفتي حول أيقنا قالي يا الله دي يا أريقي أو مركز كبه شنيوت بطنيوت حولك الربطة أيضا نكون بطقوانا واتقاريسا العكس أيضا نغدقاء ونغدين كذهب يفي الله العكس النوت كعانا وعلمت فاس أيضا أمبي كده سنتهي ماشا دي فأيضا شرط معها إن حتى يسكتها لحتى أن لبع عشرينين أي صندوق يستجبته لو يطلون بلاد مركز تستوريك سأيضا إذا كده ده وعلا بحنية سيغا صلا وحان الله بحنية أيضا مؤكتها قيام الأشياء وأصل الأموال كلك وحنا اللي بحنا وحي قيّة اللي يرا قيّة محيطها مسجد يبارتي مرك الكوس وقاضي مرك هذا سبحانه لكن وحي أدنى اللي قطع سنة ما اللي قطع إن أنت أدو اللي قطع أما دار ما اللي قطع ذكى لك حساب ما أما قرية كان ما أرتك كذا ذكى صوب هذا فابور ثان أثراري كذا ذكى صوب هذا عادي قال الله بهي بعد كقاضي لكن أي قال فترة ما يواي هاي اللي مال ما اللي قطع يواي أو يأكله الدهر زمن كعوني كل كذا كذا سيد الله بحنا يانا ذهب يفلون بعلاج حساب يا وحدة وليه ذهب كان لاج حسابه تضبعت جرام وبصيرين وحاض هاي سو حولها أما بعشرها أحد أما ما أيده متكذي وعشرة وقولي وحزروها وما رت بأربعة وقولي وحي حاجة وانا نيجان وين ليقانا وحي أبا عشرة هو تجارة أيجا ذهب كاسو مطقياسي وحاض مثلا 70 جرام قرص ديتني اللي قرص ديتني لو أبو بكر الجزائر وحول تضباطنا احتياط كبعض العلماء إليهن هذا وحاد تضباطا قرام بهدي قاران إذا كاك واجب وحي تضباطا قرام كهو سيئا مايا سيئا كذي ما أرسي مركا اللغة بحنايا كلك وحي تضباطا قرام يكبضنا أه وحادي إليسا العقاس حسابه العقسي قرام كم يقول جدا سوق دي انتا بس العقس أساب جبلين إليسا وحي انت قرام وضحاسي سجيتا سقاشا بقول الله بقول سدح بقول كبعدي بقول كيف الله بيرنصها سبحان الشمسي وشنشلنا سبحان إيسا مهما بلغت انت يدون تهجر سهل كاسي كل ماتي خذ من أمر عليهم صدقة تظهره قولك مدك لا إن الله مد هذا أنساه والذي نتخذه من سيد الضرار مد أن أيضا مهم وهي مجدك مجد الضرار الليرة منافقين عبد السي مجد قواء التيسي كالسان وحيود لسان الليرة أبو عامر الرهز الفاسق ليراها وخزرجها وكان وحواه يتعبد في الجاهلية جاهلية ذي يسكع عبادها يستجر وحو عبادة أصدقوا أركو كلكو نبغى يميد عليه الصلاة والسلام الدين وإسو هاجري ونبغى ديدي كلكو ديدي نبغى تعوده ويري واد ديدي مركو أركينا خذري جخدشي أين فاعين يو إسكع ذي كفار قريش لمنك أحزاب وحكسوا مامروها كبعدي أحزاب يوم الخندق
dagaalkaasi ku jira wareebe habeenkii godad badan u qoday oo meesha dagaalka miisaanka godadkaasoo nimadu nabiga ku dhacay godu ku dhacay waaba akhrinaya sayrada kaasaa markaa nabiga iliga laga jabiyey oo wejiga laga dhaqay adiga lam yanaalu khayran wakafa allahu lmuminiina alqitaal axzaabtii markay jabtay oos ogaaday inuusan wa horta markuu dagaalka axzaab bilaabana ayuu u yeeray ansaar iyo khadraj warse ay garan maysiin ee waagi hore aaday u xurmayn jireen waa ku garanaya yaa fasiq yaa faajir ruux saasay yihahdeen eqsa kuma dooniyin bas qoomkayga gadaashee shar baa ku dhacday yihi adiga markuu ku noqday maka markuu tegay meeshii axzaab waxba la guri waayey markaasuu haddana qaysar u tegay si uu jeesh uga soo darbado oo tiraa nabi maxamed nabigana waa habaaray calayhi salaatu wasalaam inuu ilaahay gurbadaa ku halaay gurbadaas ku dhiman doona kolka reerkiisii munaafiqiintii qoladii reerkiisa ahayd oo qobo degnayd miyuu munaafiqiintii yihi masjid ii dhisa masjidkaasaan raggaan ma aragtay qaysar ka keenay yaan kusoo dejin doonaa anigana raggii aan soo diraa degi doona kabacdi masjidkii ay dhiseen masjidkii markay dhiseen nabigay u yeereen calayhi salaatu wasalaam intuusan qaswadii tabuk u bixin sanadii sagaalaad ahay kaalay noogu tukee yidhaheen hayuhu yidhi masjidkay rabaan inay ku barakaystaan oo u sugaan tabriir ay sameeyaan kolkaan soo noqona ha ahaa kolku waa nabiga hadda safar aan ku jirnaa markuu nabiga soo noqday madiino kusoo dhow yahay iyo aayadahan soo degtay oo la yidhi masjidkaas masjidu liraar waaye dumi markaasu rag ayagii ah oo u diray maogtahay siyaasada waxaa waaye in ragga ayaga ma aragtay laisu diro kuwada mu'miniinta iyo kuwa kale kuwiiyaa masjidkiina gooy masjidkiina maaragtay dumiyey oo gooy sidaasay ku dhamaatay kolka meesha waxaa laga qaadanayaa masjid haddii la dhiso masjid kale in lagu dhibo loo dhiso kaas waa in la dumiyo waxaa kaloo iska qaadanaysa iyadana wax alla wixii ma aragtay loola jeedo shay xaqa in lagu baabi'iyo asagana ma aragtay waa in shayga asaga ah la hor joogsado midda kale waxay tahay masjidkan masjid waa shay daacah wanaagsan waxaad ogaani shayga daacada ah niyad xun inay gedin oy xumaynayso masjidkii baytullaahi waxay ka dhigtay maaragtay xaaladaad arkaysa kolka sidaasay niyad xun yay wax u halaynaysaa midda kale waxaa waaye siday niyada wanaagsanba wax u wanaajiso oo lamasjidun usisa cala taqwa min awali yoomin axaqu an taquuma fiihi masjidkii qubo waa oo masjidka qubo maxaa lagu dhisay cala taqwa iyo waridwaan min allahi kanaa lagu dhisay kolkaas niyadaa fiican oo midkaana iyo ku fiicnaaday nabiga markasta uu tegi jiray maalinka sabtiga ah raakiban wa maashiyan kaasuu maaragtay yuquba tegi jiray soo ziyaaran jiray dhowr meyle u jirtaa masjidka madiino meeshaasuu maaragtay uu yidhi nabigana calayhi salaatu wasalaam ziyaaro oo quba la ziyaarto tacdilu cumratan cumray maaragtay yay u dhikantaa saasuu yidhi kolka meeshaa waxaad arkaysaa dhulka laftiisa inay saameynayso niyada wanaagsan hadda niyadii wanaagsan ee dhulkii maaragtay masjidkii quba way wanaajisay niyadii xumeyna kii kale way hadlaysay kolka meeshan waxaa kaloo laga garanaa shayga maaragtay waxaa laa yazaalu bunyaanuhum aladii aayadda waa faman asasa bunyaanahu calaa taqwan min allahi wa ridwaan wax alla wixii taqwo lagu dhiso waa ikhlaas ridwaanna maxay tahay itibaac waxaa laga garanaa meeshii macsiye ay taallo iyo munkar inaad ka fogaato hadda waa kan masaajidiisa soomaalidii masalan masjid kolkii la aadaamo aadaanka waa aadaan iyo iqaamo faqad kolka waxaan dabadiisa akrinaya in allahu malaa'ikatahu yusalluuna cala nabiy yamana noo keentay annagoo yar yara balaayo allah kurida aan ku maqli jirin madiino cala nebi ay dhihi jireen kolka maleh aadaan iyo aqimid wax kaleba akrin karta maleh kuwo kale hadda waxay keeneen aadaankii hortiisii iyo aqimidii hortiisii yay ku salinayeen saliyay qaadaan kor ula jahraayeen sidoo kale waay kolka meeshii macsiya u gadoomi kolka maxalulmacsiyana ka fogaada sida meesa hadda masjidkan xun looga fogaa laa taqum fiihi yaale ha ku tukanin kolka meeshii macsiye la geliyo kolka masaajidaa la dhisay hadda xamar diraaraa loo dhiso muslimiinta inuu kala gooyo ha ku tukanin laa taqum lagu yidhi laa tusalli waay waxaa waaye faidaa qudiyat isalaatu fantashiruu fi lard markii salaada laga baxo assalaamu calaykum assalaamu calaykum tanay salaadii ku dhamaataa iska dareer fantashiruu fi lard calaa kulli xaal cilmiga waa in la sheego ama ha la qaato ama yaan la qaadan middaa masalatan ukhra dadun baa caqli leh oo fir meesha itibaaca la rabaa salluu kamaa ra'aytumuuni usalli uu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii hadda shiica nimanka la yidhaha aadaanka waxbay ku dareen shiica waan leenahay aadaanka waxba annagaba waxbaan ku darnay kolka ceebteenna ma arkayn kolka taasna saasaad ku ogaanaysaa kolka haddii masjidkan masjid qobo lagu fasiray oo nabiga uu yidhi ilaahay waa idin ammaanay muxuu idinku maxaa samaysaan
waxay idhaheen markaa nusqusha ka soo baxno oon dhagaxay carabta horta maba aqaaninba biyo lagu isin joogi waanu iska tiri jireen waa bas waa haddanaba waa sidii waa banaanta biyaha waa iska sunno kolkaasaan biyo raacinaa yidhaahay kolka biyaha haddaad raacisiin waa fiican tahay waduu yidhi kolka duulka oo mutadahiriinta oo dahaaradaas horta laga daahir noqdo shirk iyo nifaaq oo macno waa iyo kanxisiga labadaba waa fiican yihiin oo ilaahay waa jecel yahay duulkii sidaas ana masjidkooda ha lagu tukado duulkii maaragtay bidca masjidkooda ku jirtana ha ku tukani waladiina itakhaduu waman waxaa kamid a munaafiqiinta alladiina itakhaduu masjidan diraaran dhib iyo wakufran gaalnimo waa gaalnimo waxaas mar haddiiba sharcigaas khilaafa wa tafriiqan bayna almu'miniin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasuulahu min qablu oo midkaas maaragtay raahibka ah abi caamir arraahib kaasay meesha ku sugaayiin oo nabigaa mar hore la dagaalamay hadda dadkaan masaajidda dhistay niman bidcaho sheekyaho waaweyn oo u maqanay ku sugaayeen meesha inay ugu soo degaan walayaxlifunna in aradna ila alxusnaa wallahu ashhadu innahum lakaadibuun ayaga waxay ku dhaarteen inay maaragtay ay wanaagun u dhiseen oo masjidkaan aan dhisnay dadkii indhahala dadka tabarta daran oon quba gaari garayn inay ku tukadaan aan u dhisnay leeyihin ilaahayna muxuu yidhi waa kaadibiin kolka qowlka ilaahay iyo dhaartooda haddii laisgarab dhigo ma uma qumi karaan beentood waa laa taqum fiihi macna laa tusalli waa abadan lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmi masjidun usisa cala taqwa waa masjidka qubo ee masjidkii qubo hadduu lamasjidun usisa cala taqwa yahay masjidka nabiga madiina dhexdeeda oo nabiga gacantiisa uu kaga dhisay ku dhisayna min baabi owlaa waay masjidkii taqwa lagu asaaso dhanna sidoo kale way kulminaysa lamasjidun usisa cala taqwa min awali yowmin yaa xaqu xaq badan an taquuma fiihi fiigiisa inaad ku sukis fiihi rijaalun oo ku sugan yuxibuuna an yatadaharu dahaaradaasa midda u horeysa shirki iyo gaalnimo iyo bidcada waa in layska dahiro marka haddana dahaaradii xisiga ahayd oo nijaasada layska dhaqo xadadka laga weysaysto laga qabayso wallahu yuxibu almutahiriin afaman asasa bunyaanahu calaa taqwan min allahi wa ridwaan taqwa maxay tahay waa ikhlaas ridwaanna maxay tahay waa itibaac ruuxii shaygaa niyo fiican ku dhiso ikhlaas oo itibaacna laga helo kaasaa khayrun khayr badan faman asasa bunyaanahu calaa taqwan min allahi wa ridwaan miyaa khayrun khayr badan aman asasa bunyaanahu calaa shafaa jurufin heri fanhaara bihi fii naari jahannam ee wax alla wixii la dhiso yihi masjidkii la dhiso oo bidca lagu dhiso oo niyoxun lagu dhiso oo khuraafo lagu dhiso oo xaqa in lagula dagaalamo lagu dhiso waa wax maaragtay qar awalba inuu duma rabay korkiisa lagu dhiso kale darabkiisa oo naar kula dhexdhacay fanhaara bihi fii naari jahannam waay bidcadiyaa meeshaa geynaysa siduu yidhi maaragtay jaabir fanhaara bihi fii naari jahannama meeshii laga dumiyu yidhi masjidu liraar daba qiiqa ka bixi jiray nimana waaba qodno dhagaxaan ku aranaya qiiq uu ka soo baxa calaa kulli xaal naartii macnaweyda alka dar wallahu laa yahdi alqowma aldhaalimiin laa yazaalu bunyaanuhum aladii banow ribat masjidka ay dhiseen shaki unbuu qulubtooda ku hayaa had iyo ka jeer ee ninka bidcadahay had iyo ka jeer waanu shakisan yahay mar haddaad maaragtay sunno hayso mudma'inaa tahay qalbigaada ilaa an tuqaaca quluubuhum qole waxay yidhahen toobo laakiin waxaa ka rajaxsan ilaa ay ka dhintaan oo qalbigooda toobadana waa noqone oo hadday ka toobo keenaanna ayagana shakigu waa ka zuulaa wallahu caliimun xakiim ina allaha ashtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum tan aad bay aayaddan aayad kasta waa fiican tahay aayaddan waa aayadda jihaadka meeshaan waxaa jira mushtar iyo baayic iyo mabiicdii oo musaman iyo samankii intaana jirta iyo meesha maaragtay ay ku sugnaatay xaalkaas waxaa waaye ilaahay dadka wuxuu ka gatay naftooda iyo maalkooda asagaa iibsada sidii ruuxii lacag tahay oo kale muxuu u dabamariyey janno biana lahum ljanna lacagtuu siiyo kale kolka he ayagii mabiic ayagii baayiceen waxbay gadaayeen mabiicdii musamankii mabiicdii ay bixiyeenna waa naftooda iyo maalkooda samankii ay helaayeen ee ahad ka gatayna waa rabbi samankii ay helaayeenna waa janno kolka maxaa lagu sheegay calaa yadi rasuulillahi ilaahay rasuulkiisa ay kusoo degtay aayaddan waxaa kale qur-aankay ku jirtay sidaas jahaadkaas ee waxaa kale ku jirtay tawraa injiil kutubaha waaweyn oo ambayadii waaweynee lagu soo dejiyo dhan kutubtaasay ma aragtay yaa wada sugaysa ilaahayna waa ku oofina ilaahayna ninka ka oofin badan waa kee ballan ma jiro fastabshiruu bibaycikum aladii baayactum bih wadaalika huwa alfawzu alcadiim wassalaamu calaykum wallahu subxaanahu watacaala aclam الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون آيات هذا درس أنك بالله بينما أنت وآيات بقول يتبن إلى الله ورقم كذية درس وروحي ردان وغن نقول
ninkaas aan niri abu caamir arrahm kaana yatacabadu fi ljaahiliya, goolka mar haddii jaahiliyadii uu cibaadisan jiray yuu fadli isu arka oo nabiga markuu yimid uu ka hortagay kolka cibaadadiisaasi waxaas oo dhanna waxay ahayd maaragtay baatil ah. Kolka waxaa waaya sideedba sidaan shalay u sheegnay oo sheekh maxamed cabdihu uu yiri oo masri ahay imaamka ahaa oo xadaaradan hadda masr ay u nasbeen inkastoo caqlaani waana ay yidhaahiin. Kolka wuxuu yiri waxaa la su-aalay culamaa u misr inamaa hum cawaamun cawaam waa yiri waa caamo nimanka fasadad sidratun sidradoodii unbaa halaawday. Kolka daa'iman ninkii diin badan aan lahayn laakiin sidradii ay ka hallaawday oo caami aanan isku wadin inuu wax yaqaana isku wado kaasaa sida badan ninka dhuma ninkaas waa. Kolka hadda meeshaan salliga aan ka hadalay salliga in allahu malaa'ikatu yusalluuna cala nabiy, horta wax jira oo ninkaan adu sheegi uu ka awyahay waa kuu sheega haddaa tiraa waa adagkaa isu ku qaata. Salliga waa amaro salluu calayhi wasallimu tasliima, kolka amarkiina maalikiyo balkeeg bilcumri maratan haddaad ku salliso waajibkii waa kaa dhacay. Yiri shaaficiyana waxay yidhahaan salaada atxiyaadka dambe waa inaad ku salliso haddii kale salaada ansaxmin. Kolka bidcada waa labo, midi nabigaba ma sameyn midna waa sameeye meesha meelaan ahayna la dhigay salliganaba kamid ah. War salliga markii salaada la galaa meeshaas nabiga kuma sallin jirin kumana qaylin jirin, xataa haddaad sallini oo fii nafsika ay tahay baynaka wabayna rabbika wa waxaa kaloo ka xun inkaar allah ku riday idaacadii hadda soomaalidii iyay waxayse idaacooyinka kale maleh markay idaacadii dhameeyaan yay akrinaayiin dacadii allahuma rabbi hadihi dacwati taama wasalaati alqaaima idaacada ka akrinaayiin idaacadaa ku akrinteeda ma garanaayiin mid unbaa yidhi hoosta ka geliyo arwaaficantii aan gelin hayuu unbay yidhaaheen ma aha midda iyada ah ruuxii dacadaas samaysana isaga jirta laakiin aadaanka kamid maaha aadaanka iyo aqimida intooda ku daayay waxnaha ka hormarinna waxnaha ka dambaynina wallahu subxaana watacaala aclam. Intaasaan idinku joojina kolka hamidiis in allaha macbuudka ishtaraa waa gatay min almu'miniina mu'miniinta anfusahum nafyaalkoodu ka gatay wa amwaalhum maalyaalkoodu ka gatay oo waa badeecadii ay diideen oo ilaaha qaas samantuu siiyeyna maxay tahay bianna allahum ayaga aljannati inay leeyihiin kolka say samaynaayiin oo siday maalkoodii iyo naftooda ku diibaayiin yuqaatiluuna fii sabiilillah yuqaatiluuna waa dagaalamaayeen fii sabiilillahi ilaah jidkiisa fiigiisay ku dagaalamaayeen ilaa kalimati illah fa yaqtuluuna waa dilaayeen wa yuqtaluuna waa la dila horta dilka ayagoo horba ha dileen hana la dilo hadda wuxuu yidhi waa dilaayeen waana la dila haddii ayaga ay dilaan la dilinna waa sidoo kale haddii la dilay wax dilinna waa la mid haddii la dilay wax dilin iyo haddii maaragtay wax dilaan oon la dilin labadaba ama labadaba haddaan la helin kolay ku taho fii sabiillahi isku jihaado waa ku jirta fa yaqtuluuna waa dilaayiin wa yuqtaluuna waa la dilaa labadii ala kulmina ama labadii waa la wada wayna ama mid baa dhacaatan kale ma dhacayo gidi waa jirta kolka waa la adkeeyo waxaa la wacdan yaboh wacada allahu ilaaha yabahay wacdan yaboh wacdiga calayhi cala allahi ilaahay korkiisa ahaaday isagaa isku waajibiyey xaqan waa xuquqaas waa xaqan sugid middaasna iyana waa ta'kiid. Intaa waxay ku sugan yihiin fi tawraat tawraatigeedii ku sugan yahay iyo wal injiili injiil iyo wal qur'aani qur'aanka ee injiil iyo tawraat iyo qur'aanka waa kutubtii lasoo dejiyey kutubtii u waaweynay oo ambiyadii u waaweynay lagu soo dejiyo muuse iyo ciise iyo kamida masalan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam. Kolka beecaa sidaasu u dhacay ilaaha ballantaa qaaday waman waa kuma oofaa oofin badan bicahdihi ballantiisa oofin badan oo min allahi ilaahay kaga oofin badan waa kay haddii adiga aad ka soo baxdo dagaalka aad gasho jannada oo maal iyo nafdi ku dhiibto jannadaan aad leedahay waman asdaqu min allahi qiilan iyo waman asdaqu min allahi xadiisan oo kale wa fastabshiruu bishaaraysa bibeecikum beeciina alladii beeci baayactum bihi beec aad mubaayacooteen nin alla ninkii dagaal galuu yidhi beeci waa fuliyo sidii laga rabay waa yeelay wadaalika kaasi waa isagaa alfawzu liibaana alcadiimu oo weyn kolka calaa yadi rasuulillahi sal allahu calayhi wasalam wa calaa lisaani ilaa kitaabka maaragtay qur-aanka nabigu ku soo degay nabiga maaragtay jibriilaa u keenay jibriilna ilaaha usoo dhiibay kolka ilaahay siduu jibriil ugu soo dhiibay ma garan karo jibriilna nabiga siduu ugu soo dejiyey calaa qalbika qalbigii siduu ugu soo dejiyey kolkaa uu carabkiisa ka akriyay carabkiisa aan ka maqlay markaa unbaan gara iyo idraarkaan uu yimid kolka ninkii sii galo meeshaas oo see loogu soo dejiyey geedaa lagu soo dejiyey ma kanaal yeelay kanaal yeelay sida ashcariyadii aynaha mataahaadu galaa wareer waaye baatil inaad ku dhacdaad u dhowda asaa'ibuuna alcaabiduun hum kuwaas asaa'ibuuna kuwa tooba keena waaye alcaabiduuna oo caabida alxaamiduuna mahdiyo asaa'ixuuna oo sooma
ama wareego oo maaragtay safro khays u safra, arraakicuuna oo rukucsan, asaajiduuna oo sujuudsan, alaamiruuna bilmacruufi faraan, wannaahuuna reebaan, canilmunkari reebaan, walxaafiduuna kuwa xifdinaa waa lixududillaa xifdinaa, wabashiri lmu'miniina mu'miniinta u bishaaray. Ee duulkaas mubaayacada ilaahay la galay oo naftoodii maalkooda dhiibay oo janno loogu loo soo dhaafiyo ku bedel qaatay waa kuwee? Waa kuwa taabiinto had iyo ka jeer dembi markuu ka dhaca kulluna khadaa'una wa khayru lkhadaa'iina tawaabuun, dembi ka tooba keena, oo caabidiinto had iyo ka jeer cibaadadooda ee cibaadadaasa qowl iyo ficil iyo niyo intaba way noqonee ictiqaad. Alxaamiduuna ilaahay mahadinaayeen waa qowlkii. Assaaixuuna siyaaxadan kol waxaa lagu fasiraa sida badan saaixaatin, kolkii haweenka nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu sifaynahay macnaa saa'imaada lagu sifay. Laakiin siyaaxa haddii la yidhaaho waxaa waaye aljihaad aad u socoto, xaj iyo cumro aad u socoto, dalab alcilmi aad u socoto, wagayri daalika silaturaxim aad u socoto, khayrkaas ninkuun had iyo ka jeer u socda kaasaa maaragtay yaa siyaaxiin iyo siyaaxa la yidhaha ama siyaaxa waxaa tiraaba kasrada aada moodaa inay ashar tahay ama ay qaacidada waafaqsan tahay sarka. Assaaixuuna kuwa maaragtay wareega ee kuwan wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam rubaaniyatu ummatii aljihaad, ee inaad buuraha iska gasho oo keligaa duurka marto ilaa inay fidnada magaalada badato maogiye, taas mamduux ma ah, waa ma ammaan. Arraakicuuna saajiduuna iyadana maxay tahay? Waa cibaadadii intaa sharax utuhu yiri oo waa salaadii oo rukuuc iyo sujuuddii ay kulmeen. alaamiruuna bilmacruufi wannaahuuna cani lmunkari, maxay tahay? Middaas waxaa waaye khayrkii cibaadadii, midna waa guddi, midna aday kugu gaabantay. Intii hore aday kugu gaabnayd, intaan oo maaragtay alamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar waa cibaado guddayso oo keyrkaada u guddayso anfacayso. alaamiruuna kuwa fara waaye bilmacruufi fara, wannaahuuna cani lmunkari reeba, walxaafiduuna lixuduudillah. Xaggaan kusoo maqnay ma ogtahay, alacraabu ashaddu kufran wanifaaqan waayasaru allah yaclamu xuduuda maa anzala allah. Xuduudda horta waxay noqotay awaamirta iyo nawaayidii oo dhan ay wada kulmin, oo inaad awaamirta oo dhanna taqaano, waxa la isfaray waxa la iska reebo oo dhanna aad taqaano, markaa aada xidiiso oo aada ilaaliso oo midkaas awaamirtana adigana aad faranto dadkana farto, middaa manaahidoo la iska reebayna adiga aad ka reebanto dadkana aad maaragtay aad ka reebto. Midda kale waxaa waaye haddii lagu dhacana oo markaa xad ay waajibto cuquubo ahna iyadana la ilaaliyo oo adiga laftaada kafaara hadday ku fusho kafaaradii aad ka guddo wahaakale. wabashiri lmu'miniina mu'miniinta u bishaaray. Ee bishaaradii hadal ma sheeginayo waa caam, wax alla wixii maaragtay insaankii farxiyo kaasay noqonaysaa. Kolka mu'miniintaana loo bishaarayna ee kayru lmu'miniin ma aha. attaa'ibuuna kuwa tawbo keena, alxaabiduuna caabida, alxaamiduuna mahdiya, assaaixuuna khayrka u socda, arraakicuuna rukucsan, asaajiduuna sujiida, alaamiruuna bilmacruufi fara, wannaahuuna reeba, cani lmunkari reeba, walxaafiduuna lixuduudillahi xifdiya, hum aladiina baayacuu maca allahi, kuwaas macnaha sidaas way hum attaa'ibuuna ee qadaraya. wabashiri lmu'miniin, maa kaana ma ahan linnabiy, nabigu uma ahan iyo waladiina duulkii aamanuu rumeeyeen an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiiyaan, lilmushrikiina ay u dembi dhaaf weydiiyaan, uma ahaan. walow kaanuu haba ahaadeena gaaladaas ulii qurbaa, qaraabo kuwa u saaxibaaba ha ahaadeen, min bacdi maa tabayana markay caddaatay bacdigeed luhum mu'miniinta annahum duulkaa mushrikiinta asxaabu ljaxiim, jaxiimo asxaabteeda inay yihiin markay caddaatay bacdigeed uma banaan, owlu uma aha. kolka aayaddan sababu nuduulkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii abi daalib markuu imaanay yuu u yimid, kolka laba quraash oo ag fadhiday uu yimid, ninkii abi jahal la dhihi jiray ninkan, kolkaasuu yidhi adeera waxaad ii tiraa kelimo oo cindallahi aan kugu xujayso. markaasay waxay yidhaaheen war diintii awowga aabaha cabdilmutalib diintiisa yaame, markii dambe wuxuu yidhi calaa niyati calaa waxaan ku dhimanaya calaa diini cabdilmutalib, meeshaasuu doortay. kolka riwaayaadka barkeedna wuxuu leeyahay haddaanan ka yaabeyn odaygii markuu dhimanayo isu xaaray, waan kuugu qaboojin lahay, waan ku maqashin lahay. kolkuwaasu nabiga uu diiday yuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam la astakfiranna laka maa lam unha, waan kuu dembi dhaaf weydiinaya haddaan laga reeyo. kolkaasay soo degtoo la yidhi maa kaana linnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiin, maa kaana maa yanbaqi oo ulamaha linnabiyi nabiga iyo waladiina duulkii aamanuu rumeeyeen an yastakfiruu inay dembi dhaaf weydiiyaan lilmushrikiina, mushrikiinta ay u dembi dhaaf weydiiyaan owlo uma aha. walow kaanuu haba aadeena mushrikiintaas ulii qurbaa qaraabo ku saaxay, laysa calayka hujaah walaakin allah yahdii man yashaa, waa soo degtay. min bacdi maa tabayana markay caddaatay
لهم مؤمنين أنهم كواس أصحاب الجحيم جحيم أصحاب سيدنا المشركين تاس وأطلق الروح عن كل مثول قالما أما إنه قالما كل من الحقيقة ذو منك أسقى يين كوبنا عن المركز كل جواه النبي الله إبراهيم إن من أمارة كفار قريش يا أبيال كواد قال رهاي أرد مثي يود مدافع ديني مركزه هو المحاذ قد مدافع النبي الله إبراهيم ويود مدافع ديني أبيه وفر لأبيه إنه كان من الضالين وأكير مبتهن. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق أنا ربي سميع الدعاء رب اجعلنا من قيمة صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي لمضيبة وللمؤمنين يوم يقوم الحساب كل وحالي رواد نبي الله إبراهيم أستقى أمرك وعد أستمعي رسالة أستغفر لك ربي وأكود بدافع إذن دونا كل وعدك يؤفنا لكن مركو أغاغي إنو أهل النار يهي تبرع منه وأساس أيضا أمرك سيدر وما كان استغفار إبراهيم إبراهيم دم بدافع إذن تسمع معها لأبيه أبيه سعود دم بدافع إذن إلا أن موعدة يبه حق يد أمه هذا وموعدة وعدها إبراهيم أجبه إياه أضيقه أجبه فلما تبين مركع عدات الله لإبراهيم أنه أضيه عدو الله إلى الكيس عدو أنه يهل الله أولو يهي وقال ما قد أنت يتبرع منه وأكبر النقضي إن إبراهيم إبراهيم لأوام كيت الله رعب بضن وهي حليم أو طلقات بضن ما شاف النبي الله إبراهيم ولا تغذين يوم يبعثون الدعوة سكم إله وهو جن قيامها مركع أبيه سيكل من أوليه ويل كيهو أدون كيه وحبضانا وحد أسيرك الجيري ما أنت وحد اتراه وأقله قل قاسوا إلهي بريا ولا تغذيني ربي يوجين تكبضا من حيث يري أبيه وإهل النار نغضه قل قاسوا إلهي رفير قداش هذا فيه قداش يساعدوه بديخ لرواي أديقا وديقاكو قل قشوك لرواي وحكف الحمد مالا ديقاوي وكقل قلنا وحكنا لرأي أبيه ورقاسوا اللغة لغبتي ونار تلغطه وما كان استغفار إبراهيم إبراهيم دم الله في الدين تيسي معها لأبيه أسقى أبيه سؤول دم الله في الدين إلا عن موعدة يبوه بعد موعدة يبوه حق سوء مكاها موعدة وعدة يبوه إبراهيم ها موعدة إياه وسأستغفر لك ربي أيه في أفنى فلما تبين مركو عطا هذه له لإبراهيم أنه أضيق أبيه عدو ألن يهل الله وعلو يتبرع منه وكبر نغض إن إبراهيم الأواه حليم أواه يعني متضرع أوه ذكر بدن دعاء أو توقيت بدن أو تواب انتان على قفة سراء حليما دلقات بدنه وحجر معرف لا أرجو منك وهجرني مريا أبي تسيرا كيري وهذا الكاحن كلها الله يجري سأستغفر لك ربي سلاما عليك أوي قالك وحواها لن دلقات بدن أو وحي حنا ولغو سميه أنا جاهلك أنا لما رنجيت كيسي أو إسكال بحفا إسكال دلقات أيوها قال كأدين كان كذا يا ملة أبيكم إبراهيم إن إبراهيم إبراهيم لأواه كوت الله رعب بدن وعي حليم أو ضلقات بدن وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداه وما كان الله إله معه ليضل رب يدمي معه قوما دمية بعد إذ هذا مدة وعد يقول كوت هدي مالك لأن أذنه مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عشان أهنديقة مثلا قبل هذا الصومالي سامال هرت حمي واكبر حدا إنك صار خير كذا بدن لكن حمدي وأنا الشغل هرت الشرع جواوي إلى سودجي وفير صدق وقال كتاب وسنة طوال إسمالي عمل كذا تشريع من غنكر وحال ولا وحي سامالي سمي سوى ضد الإسلام هكحلن أي وحي يقولون لو وريد مجر هذا وحي كان مركي الله دنتو ما شو يسوي إيمانه تعزيه تعزيه ماهم ما تموا ما تموا حال إلى مال الجاهلية مركي الله دنتو يسوي إيمان جريء كل كه وحال تعزيه الروح عن مركو كوي ما أذكر تمادان الله قد انتو حسن الله عزاك وغفر الميت وعباك الله خير منه انتات أمها كل كان نبي وكاو يعني عليه الصلاة والسلام هو ان كان سوء هنديقة يويري يعني لو هنديقي كل كان ماذا ترعانيه ناقا أماها يقوله اوه ولي أنا نؤه هنديقي حتى هذا نؤكد الساوى اؤكد يرمدي إلا عن موعدة وعدها إياه لكن مرضم مرضم ما رسيمه هنديقي كرسيس إن إبراهيم الله أواه حليم وما كان الله ليضل قوما والله سبحانه وتعالى أعلم آياتي وروحي عن كشيء كرنا كشيء الحمد لله وما كان الله إلهي معه ليضل إلهي الأمية قوما الأمية بعد إذ هداهم مركوا من يبعده حتى يبين اللهم أنت أقعد وما في يتقون أي كتلوا سنيا إن الله معبودك بكل شيء كل يس حليم إلهي
ogaasho badan waay. Kolka aayadda laba tafsiir ay ku sheegan. تفسير عن جيل الرجحان أو أيضا أنا سوى منا كحرة أو معي تهي نبي عليه الصلاة والسلام واستغفار يؤسم ما عرفتي وأتي حق بقى أنكو سامر أنت استغفر الله سبعين مرة كل كاز نبي سبعين وسبعين وسبعين يعني مدة نبي هو يدينا بي كل كا أبي طالب نوى أدن بدا فيدي سأستغفر الله كويري ما لم أنهى كل كائن تلقى رأب وعوي استغفار استغفار وسمينا كل كم هو مه كوه أنا أدرس كان كلا نعيا كنا عيا كنا أبيال كوه نما أبيال كان وحياة نما بلنت أوفيا نما ورشة الصورة نما كنا نكرد وكجرا كفكية كل كوا أود من الله في الدين جلنا عيا كنا كل كأي دان سودك شيء كهر من الله في الدين كأي سمين ولا الملا به كرا وما يا شيء عن ولا لقمة حكمين كرا إلا أمر كسر دعوة أمر كله خلافه أما النهي كي ما ذا النهي على خلافه مركز الله لا ديكا أيضا لبدي عن مايا وما كان أفر تحت لبدي القرآن وما كان الله إله معه عن اللي يضل قوم قوم إله يقولون يماه أي ليحكم عليهم بالضلال ضلال إله يكحهم يماها بعد إذا داهم مركو هنوني بعد جد ومركو حق يمد بعد جد وضالين لديهما حتى يبين الله ما يتقون إلى وحي كدر سدان إلى أغا عبده ومركا أي خلافان يا مركا هنونان كبعدي يا لديه كرا مركا صالين واي هذه آيات معنى هذا وحاو هاي وما كان الله هاي آيات مثلا وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول نوكالوه آيات هرت وعرك تهرمها في عنامك قال هذا وكالوه إليه وما كان الله ليضل قوم بعد إذا داهم إنه كسبي فبها لغيا وكاسم أو حوى يددكي معركتي إلهي مرهدوها نونيو تذكر ولقود مبضو من آيابا هذي كجر حقهم بواحد دينا حقهم بواحد دينا وحيك دور سنعين بواحد دينا مرهدوها نونيو ربي مبضو من آيو تفسير كان لبعض نواسات هذي كدور مكة وما كان الله إلهي معه ليضل ربي ربي قلهم يقوم مبضو منه بعد إذا داه مركو هنونيو بعد إذا مبضو من آيو حتى هم تأسات التفسير كي يورو وفب شنكرتا لكن وحي نقوني وهديناه النجدين يوكلوا هدايتي وحاوا وإن بعد إذا هداهم يعني مركوا وتضوا عضيوا فهدايتي توفيق لأهد معها تصير كورساسوا فهديناه النجدين لبضوا وطان تصني وما سميد فهديناهم أوكلا فاستحموا العباء عما أيها الدور دمتا وما كان الله إلهي معها ليضل قوم قوم إلهي كدمي معها بعد إذا هداهم مركوا حقوا عضي بعد إذا حتى يبين انت وعبدي اللهم ايغا ما كي يتقون اي كدور سنه ان الله معبودك بكل شيء شيك ليس عليهم اله اقوى ان الله معبودك له اسوء سبنا ملك السماوات السماوات ملك الارض والارض الارض ملك الارض يحيي ونوريه ويميت وادلا وما لكم اذا ما سبنا اذنك من دون الله اله كسك من ولي احد اذن قرقار نفع اذن سجيد ولا نصير كو اذن قرقار وما رسي مر اذن كدافع من ملهدين أيضا نعامنهم ما إما ساقور الأرك اللي هو ما في السماوات وما في الأرض القرآن كون كان ضمن ملكوت السماوات والأرض ملكي جيس إلهي أستغى أشكال أستغى أبوري أستغى مامورة قولك أحد كن ربي إزياء أحد كن ربي دلية أحد كن ربي نولي يحيي ويميت أستغى واحد دلية أستغى واحد نولي مرها ديسة أستهي أو أستغى مبي أحد ولي أو نفع إذن كينكر أما أحد نصير والله إذن كره بكره أما نهاي سنين مركز أسرع سكر السماوات إن الله معبود كله معبود وسناري ملك السماوات السماوات ملك والأرض أرض ملك جيدة لا وضع أسرع عليه أسرع معمرة كذا ثقوا به واعتمدوا عليه وتوكلوا عليه يحيي وادلا ويميت ونوره الإحياء والإماتة في يد الله لقال أن تمارس قل لن ينفعكم الفرار وإن فررت من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا وما لكم إذن وسناني قال الإسلام بها يد الشام إلى أوتاه من دون الله إله كسك من ولي إذن مسقنان أحد ولي النفع إذن سجيدا ولا نصير كو إذن قرقار وظهر إذن كرره من دون الله إله كسك ملي إذن والله يقض حقيقة تاب الله إله واتوبة أقبلي على النبي إنه كتوبة أقبلي إيه والمهاجرين مهاجرين ولا أنصارنا وكتوبة أقبلي الذين ما أنصار يقولوه أنصارته إتبعوه نبي الراعين في ساعة العسرة عليس كالساعدي سفيه الراعين من بعد ما كاد مركو يؤدواتي يزيغ قلوب فريق الفرقة قلوب تضعيها إيلة مركي سكتي فريقا سوى منهم مؤمنين تكمل ثم بعد كذا تاب إله وتوبة أقبل عليه أي على النبي والمهاجرين والأنصار
إن ربي بهم بالمهاجرين والأنصار بالنبي والمهاجرين والأنصار رؤوف إلهي ونحريص بضم وهي رحيم ونحريص وعلى ثلاثة سد حدينا وكتب أقبل الذين كوي خلفوا لتبدي حتى إذا ضاقت أنت كعر يوم تو عليهم تشهد على الأرض لك وكعر يوم بما الرحوض مع الروح بها أرضي واسعة لماذا هذه اللقب أو الله قد إعر يوم تو عليهم أي كركض أنفسهم يقال كود يكعر يوم أو ظنوا أي ملايان أن لا أي يقينيا أن لا ملجأ مغنقل إن سنجرين إلا من الله إلى حديث لقد مغنقل إلا إليه ربي أنت كول مغنقل ما أبيه ثم تاب عليهم كأكد ثم بعد يتاب ربي وتوبة أقبل عليهم إيه على النبي والمهاجرين والأنصار ليتوبوا إن توبة كانان أي لتقع توبتهم إليه إن الله معبودك هو معبودك التواب إلهك توبة أقبلت بضمها الرحيم والنحريف آياتا محاوة الجيش العصر وهتبوك دولان كيس مارت الروم يحقق له الدولي وهتبوك لآذي كلك وقت العصر يهد عليه وعليه كما هي حتى وقت الغير يهد آد بكل الإجري قلة الزاد نواجر انتضع وايريت قلة ظهر نواجر وايرا يا المعرف قال كانوا واتربضنا ايضا او الى ثلاثين الف واقارا ليهد صحابنا مركز كلك ننكي كم اغناضة مركز والقتبة مالح معايا ديوان قرن مجلو لسقيين وقت قاسوا عليس كعه نبقى عليه الصلاة والسلام جهاد وابحي مهاجرين اي انصارنا وير راعن وقت قاسوا عليس كعه ووقت اي سكتي دول بدن او مؤمنين تكمل قلوب تهدئنا ايلت زي غاسوا انحراف انحراف كاينو من الاصولية من الفروع كلهم بحسبه ماشا انحراف كبع هادو اصل كي يتوحيد كي روحي واقال هادو فروع دي هاينا بحسبه كل بشي قاو كي شي قودي سي انت الاقت هاي اللي انا مراتبة الا الهي مؤبتها وحي الهي مؤبتها ميزان وشرعي افروا افرت وحيث هاي انا ما عرفتي اسلام كشريعة احكامتي انت انوح لقدري وحنا لغا نسقانين ما قرب واتي هذا عن كهر ليني ورشي قام بدعادها اللي سقباف وحبي اذن ترميش دولاتين شعباتين حراتين تسكى وجه كذا كوجه بقرحنا وروحا كان اصل مرة انت اسموا دينتا انوح لقدري واكو وحنا لغا نسقانين وقدي لغا كان والله متى سدحات شيء لأرك الدرجة دي سي لطيكو هذا السلقي درجة دي سي وانا دي سمر هذا فقو سلسو إلهي أتبان قاركو سليني كلك بينك وبين ربك أتبو سلين كرتا كلك هكذا لكي ما عرفتي صلاة دي اللي تكون عيوك هكارتين شيء لأرك الدرجة دي سي لطيكو هذا كل بحسابي واتان نايرا مبتاه هذا زي لكان أوسوش قرأ وكفر هذا فروع قرأ كل بحسابي شيء قاس هذا شيء وين جاي وتكتكتو هذا شيء يري هاد كتكتو نما دمبو قدر كي سوا إلا أنا كو قالوا ميس قال كا سيدا السؤال يا لقد تاب الله قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يا مهاجرين تي يا أنصار تي وقت كا عريري كا أو تفضل أو مؤمنين تا قلوب توضئين أي إلى أي سكتي وهذا كو هذا وعلى ثلاثة الذين كل فوضى أنا مساس عصر مركز توبة إلهي وكأقبالي معنى النبي يا مهاجرين تي أنصار تي زلات كودي إلا وحن إلهي إن واقف أنا مبتح عفى الله عنك لما أذنت واتصمر ما كان النبي ولا ما كان النبي أن تكون له أسرة كل كذلات كاس إلهي واكتوب أقبله أيضا واتوب توبة والله بوا إن أفرت توبة كنت إلهك وافج إنه كأقبله لبضي وأويان والله يقال حقيقة تاب الله إلهي واتوب أقبله على النبي نبي كركي سيئو المهاجرين يا مهاجرين يا والأنصار أنصار الذين مهاجرين في أنصار واتبعوه النبي الراعين في ساعة العذرة وليس تعدس الرعاين وقت اي ما عرفتي مريه بسرعين اللي انباشا انت مرتي انا وكما بتا وقتك كوريلك وحدا يجي راه انسابك مركاتي بسرعين حوزك معايا بيها معايين وقتك عسانا لبحي في ساعة العذرة وليس تعدس فيه الرعاين من بعد ما كاد اي كاد اي يزيغو لبدا قلوبه باسي كتنازعي وعبكم اجون من بعد ما كاد مركي سكتي اي قلوبه باسي يزيقوا إنا إلى تو قلوب فريق كوح قلوب تو إنا إلى ومنهم ومن أنت كملا ويقر كدع كتغان ثم تاب عليهم إلهي وكتب بأقبالي توبدي وفجيي وانا كأقبالي محايل إنه ربي بهم أي بالنبي والمهاجرين والأنصار رؤوف إلهي قلنا حرزون ورعيمون ونحرز وعلى ثلاثة الذين خلفوا أولا هي أول كسوة هذا دوتك كهر يدولان كاس لمن منافقين إهايين إذر إلهي هايين مرح حولك بس بيد رجسناي
kolka nimanka waa nimankii dhaarta beenta dhaaranahay oo nimankii uximaay wa oo la yidhi fayantarluu canhu fa in allaha laa yardaa canhu calalqoomil faasiqiina ilaahay kama raalli ahaana kuwa la yidhi wa sayaxlifuuna lakum idoo qalabtum ilayhim lituciriluu anhum faacriduu canhum kuwaasaa uxoog badan kuwa ku xiga laba qolo wa qolo waxay ahaayeen waakharuuna axtarafuu bidunuubihim khaladuu camalan saalixan waakhira siiyeen waa kuwii abulubaaba u madaxaan ahayn oo shan a weelisay todobaa weelisay sagaalaa weelisay tiirashi iska xirxir oo laga furay saddexdan tiirna iskama xirin waa kacab nu maalig ninka la yidhaaho iyo ninka la yidhaaho maraara ibnu rabic alcamiy ninkaas waa moogtahay iyo hilaal ibnu umiya alwaaqifi saddexdaas ayaga nabiga u yimideen calayhi salaatu wasalaam yaa rasuulallah annaga cudur aan lahayn ma jirto maalnaan ka ladnayn male saanu nuulahayn waad bixi doontaan waad bixi doontaan ay sidaa noqoto dadka joogiyo kolka dadkii uu ka reebo oo yidhi yaan lala hadlin nimankaa ciriiri kolka dhulkii bagaran waaan dhul kale ula ekaaday naftii ku jirtay ayaga axabul maali cintaka maxay tahay waa nafta kugu jirta naftay yidhahen alow yaa idinka qaadaba naftaa idinka bara dhulkana iyadana waa la jecel yahay soomaalidaan dhahaysa ma aragtay jihaadka dhulka la daafaca wadaniyaa la daafacayo jihaad maa jaahiliin waa hallama garanayo axabu shay cindaka wadanuka meeshaad lugaha ku haysa gurigaada waa kow kolkaha ayagoo sidaa ku jira afartan habeen markay joogaan yuu nabiga ayagii la hadlay oo jiri naagiina ka fogaada ee naagaha miyaan furaynaa maya ha taabanina toban markay jo ugu darantay konton joogaan markaasay soo degtay kolka muddadaa dhexa ay soo degay ayadahan oo laga tawba aqbalay wallaahi wuxuu yidhi kacab ibnu maalik xataa islaamkii aan soo galay aniga horta wuxuu yidhi beder ma xaadirin laakiin caqabaan xaadiru yidhi nabiga beecada lagula soo galay xashkii maka uu ka soo haajiraay inkastoo beder ashhar ahayd haddana middaasaan aniga aada u jeclaa u yidhi kolka waxaas xataa islaamkii nabiga inaan maalinkaas run u sheegay waxaan ka jeclahay ma jirto yidhi welida aayadda ka dambaysa yaa ayuha aladiina aamanu ittaqullaha wakunuu maca asaadiqiin saadiqiinta nimankan waaye kuwaasoo kale ahaada ilaa yowmi alqiyaamati alcibratu bicumumi lafdi laa bikhusuusi sabab ninka kolkii laba hadal ay dhacaan hadalaaba laisla qaada adiga ninka runta gacansay soomaali waxay yaqaaniin oon ku arki jirin waagii hore allaa hanuuniya hadda ninka laga gardaranaa gacan la siinayo waxaa la leeyahay isaga waa qalbi jaban yahay hala xoojiyo kan runtiiyo hayaay war waa taasi xaqii kusii dhumaya asagii hadduu gardari gardaran tahay ninkaana run sheega wakunuu maca asaadiqiin kolka nimankaas sidaas yay ahaayeen tawbadooda ay kusoo degtay wa cala salaasati saddexdiina ilaahay waa ka tawba aqbalay alladiina kuwii khulifuu la dibdhigay dibdhigiddan ma aha jihaadkii ay ka hareen waxaa waa saddexdooda amarkooda gadaal loo dhigay oo la isaga adinka kolka nin oo nabadi nabadi ma taqaaniin waa niman beer qod ah oo dhulkaa shan beerta ka qota oo badeecada subaga waxaaga badeecadaasay soo qaadaayeen madiinay keenaayeen ninna nabadigaasoo warqad wada unbaa kacabna u yimid ibnu maalik waraaqdan waxaa kuu soo diray ninkii maaragtay gaalada u weynaa meeshaas waxaan ku maqluu yidhi inuu saaxibka adii ku gooyey arla hawaanna ilaahay kuma dhigin noo imaa anagaa ku karaamaynay aniga kaasi baan ahaa yidhi qaariya markaan akhriyay yaa ihi wahaadihi ixda albalaaya marka tanaab iiga sii daran wixii kale fasajartuhaa fi tanuur dabkaan geliyi kolka ninkii madax ahaa soomaaliya ama maaragtay aan meeshaan siduu rabi ka heli oy gaalada waraaqda usoo qorayso waraaqdaa dabka ha geliyi daba geliya maogiyo gaala aniga waraaqii soo qoray oo kadaakada dilikooma falilahi alcizatu walirasuuli walilmu'miniina wa wacala salaasati saddexdiina waa ka tawba aqbalay alladiina kuwii khulifuu la dibdhig xataa idaa daaqad intay ka ciriryoonto calayhim dushooda alardu dhulkiiya ku ciriryoobay limaa raxubad maca raxbiha aradii waasacnimadeeda lala qabo wa daaqad waxaa ciriryoontay calayhim dushooda anfusahum nafyaalkoodiiya ku ciriryoontay oo naftii ku jirtay ilaa alow yaa idinka bixiya dhibkaan maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam labada kale waaba iga tabar daraayami ani waa soconaa dadkaan dhex maraa waa salaamaa kacab liga radinma nabigaama imaanaa waa la tukanaa saana i fiirima markaan aniga fiiri waa iga jeesanaa markii kalena waka wadannuu ayqanu markaa waxay yaqiiniyeen saddexdan an laa maljaa inaysan jirin min allaahi ilaahay laga maagan galo ilaa ilaahi asaga intay kaanuug asagun loo tooba keeno runta la sheego suma taaba calayhim saddexdii oo nabiga iyo muhaajiriin iyo ansaar ilaahay waa ka tawba aqbalay tawbuu waafijiin waana ka aqbalay liyatuubu inay tawbo keenaan ay litaqaca toobatu yule inay dhacay in allaha macbuudka wa macbuudka atawaabu ilahi tawba aqbalo wa aqbalid badan waay arraxiim oo naxariista wallahu subxaana watacaala aclam.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آيات سندرسي أنك بلادنا ما أنت وآيات بقول طبعا يسرعوا أو سورة توبة كمدة. يا أيها الكوان الذين كونوا آمنوا رميانوا اتقوا الله إلى كعبسوا وكونوا هذا مع الصادقين وكونوا رمت الشيخ مع هذا آيها سلاسي سبيل قيمي أسد حدا من مع إله كوكوري وآيها عن أيها خاص كود كسو دجي وما رسي أكو هلان نعمل عن أكو هلان ومر كون نوغة صور فريستي كل كي تابودي سيسيدك تيان من فرص فورة من أرضا كل كي سلع بورا اللي يراهو دقنا بورا هاساك دقنا بورتي ونين فوري مركاز سويري كم بشاري سويري كعب ومالن خسام رماني كو خير فرنا صور مدى بيا سيدك نيكي سا يرويري لبادي قول كي سو إيمي labadii go'on qalay yaanu sii wiiri go'yaan maartii go' kale ma nahaysan waa caayay kii faraska isoo fuulay kana ka hormaruu nabiga aanu tagay calaahi salaatu wa salaam kolka walii bishaareena laakin wax muhaajiriin oo isoo joogsaday dalx ibn ubaydillah asna waa wuxuu soo saluuni nabiga markaan aqfaristu yiri ku bishaareeyso yoomka soo mara hooyada intay ku dhashay laga bilaabo yoomkii kuugu fiicnaa kolka ya rasuulallahi min kam ya min allah wa min allah kolka toobadeeda waxa kamid ah inaan maalkayo dhan aan sadaqayso kolka nabiga xubeer calaahi salaatu wa salaam maalkaada barkiis haysto kolka waxa ayadaan sabab nisiilka nimankaas dadka muuminiinta oo ilaahay ka cabsada oo kolba kuwa runta sheega la jira al-ibratu bi'umum al-afdilaa bi-qusus sabab sida aan walba soo sheegnay daaiman hadal waa iimaana adiga ha ku muxaabayni ninkaan oo maartay baadilka sheega حكم حابين إنه يرد أوصل إن يدفع دينتي من كان رجلا فكاح ما له ضرر هذا هو كجعلانا لكن مثل أضرب محابيتي هذا هو كنا على لبس كلها منافق واحد كان محابي يمشي فهذا عبد السمارة هم كل اللي هو قبورته من هات واكيد يجري مكتب هدي موجي من قبرك هل الدنيا قبر هدي الله السمارة شو مزج لقد شو مزجك هدوه الري قبر أنا على بحنا قبورته لو جينا إلا أنه في مقابر المسلمين أن يقول حوالي حق سعيد حدي وقبورت هريسي مجد كان للدمينة كل كان نسا مارئة يا أبي سلسي إنا أدير كيسو من هاش كآبي يقانا للجيل والقبر كان حدثي إيا حدث من مطهي ودسي هذا هو مركي حقي عدادة اللي سو شاقي يا الله ورصدي والقاسي الرموة إنه مكان رمي شاقي وهذلو إنا أذيرو أما أذيرو وأساني سنة وأكتا مرنا مواد إثري والقبر جابها حدث مرنا مواد كم عندهم هذا على هو يبدأني أنا جاب هذا سر المانسي ما نكاد يجي له فاسس يا ياكو أنا الذين كوا من رمينا واستوى الله إلى كعصر وكونوا هذا مع صادقين كون رمت الشيء ما هو هذا ما كان ما أهل أهل المدينة مدينة الكذب يوم ذي الحول قارك هذا حول أهل المدينة ومن الأعراب غير بعديها أن يتخلفوا إنه يدمران على رسول الله كدمران وما أهان ولا يرغبوا إنه يجعلان وما أهان بأنفسهم من خيال كذا يجعلان عن نفسي النبي عن نفسي سيئك يجعلان محايا يلي ذلك وحي أهلينا لوشيك مركز النبي مركز كدمران ويخاعان لأنهم بسبب أنهم أيها الله يصيبهم يصيبهم ما أصيب ضمان أم ولا نستغن لب ولا مخمصة باهي منه ما أصيب في سبيل الله إلى جدك سبيلك ما أصيب ولا يضعون مجوك سدى الموضع المكان جوك موضع سيد يدل كفار قال عرق جلية ولا ينارون من الجاران من عدو الحق سنيلا جارين مكما جاران وحما جهلا إلا انت اسمت كدعو كتب والله قرى اللهم ايقا به بسبب ذلك العمل هاي قبسان تراجي عملنا الله قرى عملك وصاريح صوبا إن الله إله إلا يضيع مرلوميو أير المحسنين كون وناك فرا أجرك ومرلوميو ولا ينفقون مضحية نفقة النفق نفقة صغيرة ير ولا كبيرة توين منه مضحية ولا يقضعون مضحية وادي وادي إلا أيالان كتب الله قرى اللهم أيها ولو قرى عملك أي سمية ليزيهم الله إلهين وأباليو أحسن ما شيكيا أوراكسا وكأباليو كانوا أهلا يعملون في عمل صلاة قل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق يا صنع هل حدثوا النقنين نبي محمد عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق ورمت لازم لازم فإن الصدق يهدي إلى البر ثم فلو إذن كنا وإن البر
يهدي إلى الجنة جنة إذن جينا. ولا يزال العبد يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. صديقين تقول على درجة أمارتي أنبياء كسر. إياكم الكذب يقول النبي عليه الصلاة والسلام أذن كي يبين عن إذن كلا الدجال إيا ذواتي موتين نحو ليغين يعني أحذر الكذب عنكم وأحذركم عن الكذب سلاسة فارسي وأذن كي يبين عن إذن كلا الدجال إياكم الكذب فإن الكذب بينته يهدي وهنونينا يحقوا وهنونينا إلى الفجور فاجرني وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب انت الله عليه ألا لعنة الله على الكاذبين. نبي والله ويدي عليه الصلاة والسلام منك مؤمن كابي من نقضى مارس الجبان معرة هو عرر هكي حزب العرر وكواه مدينة بقرى عرر منك مؤمن كامارس سيب خيل من نقضى وانقنا لكن كذاب لا ليس في كتاب الله لحن هنا فيه فمن المؤمن كذبون الله أرع فإلي جير الرئيب واضح ما كان أي ما ينبغي أولما أهل المدينة أي أيضا أهل المدينة يوح الله وحي قارك وضع قرير بادية أولما أحا إني نبي كذب مرا أو نبتض إجعل هذا نبي كجعل هذا أولما أحا كلك أيضا ما كان لأهل المدينة إيه إنفروا خفافا واتقالا في حق أن قصة مرني إيه أيضا كربا أو إن جهاتك ما عرفتي أن لقوا هذا حرق أن لو الدولة قولك وقول وحي ليهين وحال نسخي سأيدي أوه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون فاس إيه يميط صوص عطا وما كان المؤمنون اللي ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرق فاسا مثلا يا نسخي أوه لددك يهود الدول نقار الدول ما كان لأهل المدينة من حيث السنة ومن حولهم إلا وضع بحيث السنة قولك عيدان كده ميسا نسخي إليهين لكن نسخ مجرك أي الله كما يشير أول استنفار مركو يما استنفار وعليه ورها الله بحضة صحبة كاري سيدي ما عرفتي تبوه وكلا كل كاس ما عرفتي وكاسي كيني ما كان له المدينة وما كان المؤمن اللي ينفروا كافة وحي كينيسا مركي استنفار عام أوسن جل ما كان معه أنه اللي أهل المدينة مدينة أهل كذئي ومن دول حولهم حول أهل المدينة أهاري ومن الأعراب الربادية أن يتخلفوا إلى الدمرة ومعها معنى أولو ومعها ولا يليق به عن رسول الله كالدمران ولا يرغب إنا يجعلاتنا أولو ما هبي أنفسهم إنا نفتض جعلاتنا عن نفسي نبي نفسي كجعلاتنا معايا النبي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم من الله أركوا إنا نفسي سه وكفرت النبي عليه الصلاة والسلام شرعي سنة وكفرت نفسي قولك محي سلاة الأولي هاي أولو قبرنا حسي واي بورنا يترغب أجل كان هلاي ذلك كذا أولي أولو ما إنا كالدمران كهران لأنهم بسبب أنهم أيها الله يصيبه ما أصيب ظماء أم ولا نصب إب ولا مخمصة باهي في سبيل الله إلى جبت سبيلك ما أصيب قالوا لأن كان أي دولان إن الله إنت أضحوه يري كل كالدوشه قالوا الدوش إن الله إنت أضحوه يري كيف غاني أجنة يسيل وارد وإله يسيل وارد قالوا وحى الله وحي آنه وكدعه أما دمه وكدعه أما باهي وكدعه ولا يضعون مجهب سلاة الموضع أنه يغيظ الكفار كهذا حرق لي ملون لي سوء تاغيه أما معرفتي أسر يقتل يضعون موضع أن يغيظ الكفار ملون لي سوء جوغانه كهذا هو عمل فشاء أيهم كسوء قليني كله ميل كسوء دقائي ولا ينالون من عدوه نيلا نيل كاسعه وهين أدو حيشه ومعرفتي لا وعقيسة قتل لي أسر إلا كتب الله انتبه ولا مخمصة ما أسرت في سبيل الله إلى جبكي سفيقسك ما أسرته إما قاتل أن تكون كلمة الله يلعي فهو في سبيل الله ولا يضعون مجهب سلاة موضع المال موضع سيغيظ الكفار كهذا حرقلي ولا ينالون مقهران من عدون العقي سميلا قارث ومقهران إلا أو يران كتبوا الله قرى اللهم أيضا بيه إبساء بسبب ذلك المذكورات إنت الله صوشي وضن عملنا اللهم قرى عملك وصالح صوبا معايا لأن الله معبوث الله يضيع مظلميه أير المحسنين كو وناك فرع أجل كو مظلميه ولا ينفقون مضحية نفقة صغيرة ولا كبيرة أي جيش العسرة هبركي للدربة وقايدت ويراد نبقى عليه الصلاة والسلام من بركو فوري وبوري ورها الله صدق غيثة أو وكرر يا رسول الله بقول عثمان عثمان أو تاجر سنة عثمان أجير بقول فرسي ما حلاسها وأقصابها وريديه ذو ورد هذا نبقى كعلي نبقى عليه الصلاة والسلام ورياب عثمان وكابحية عثمان أجير بقول فرسي وأعطنا مع أقطابها وحلاسها رديد إليه
markaasuu nabiga minbarkii labuu awal yuu hoos soo degay oo haddana yidhi yaayibo, kolkaasuu yidhi cusbaan haddana boqol halaad boqol geela oo awra iyo dhadigna waa raaca hadduu raba oo ma aqtaada waxlaasha. Kolkaasuu nabiga gacmaha saas yidhi uyi ma dhibu yidhi maanta kabacdi cusmaan radi allahu anhu ma adlara cusmaan bacd alyowm ma camila kolna kun dinaaru soo qaaduu yidhi nabiga caleyhi salaat jeeshka laftiis oo asagoo nabiga fadhiya kun dinaar oo ruumi ah yuu nabiga ku shubay laftiisa ugu shubay. walaa yunfiquuna ma bixiyaa nafaqata nafaqa sagiiratan yar walaa kabiiratan si weyn walaa yaqdacuuna waadiyan ma gooyaan ilaa kutiba waa la qoraa lahum ayaga waa loo qoraa waxaasoo dhan camalkaas kama dhumaayo waaye ilaa duulka waxaynu xaggaana ku soo cadaynay duulka aan waadiga ma aragtay aanu tabar lahayn ayaga ajirka waa la qaybsanaayiin iyagoona ma aragtay aan bixin. liyajziyahum allahu ilaahay inuu abaaliyihii sidaa u yeelo axsana maa shaykiisa wanaagsan kaanu aadan yacmaluuna kuwa camalsan wamaa kaana almuminuuna muminiinta maahan liyanfiruu kuwa diila kaafatan xaaliyan dhammaan falowlaa nafarafa hallaa nafara diileena min kulli firqatin koox kulligood xaggeeda oo minhum muminiinta ka mida daa'ifatun in liyatafaqahuu inay kasaan fi diini inay kasaan daraaddeed iyo waliyadiinu qoomum qoomkooda inay u digaan idaa rajacuu markay soo noqdaan ilayhim qoomkay u soo noqdaan lacallahum waxay mudan yihiin markaas yaxdaruuna inay digtoonaadaan. kolka aayaddan waxaa waaye horta ay keenaysaa in masaalixdoo dhanba horta laysu kala qaybiyo ninba miidaan oo kolkii la duulaa in dadkao dhan wada duulo ma aha, waa inuu dadka qaar duulo qaarna ay sii joogaan maslaxad sii hayaan. kol wuxuu leeyay kuwaas oo nabiga hadduu baxay raaceen diintay ka maqleen markay soo noqdaan kuwan u sheegay nabiga hadduu bixin oo joogana kuwii nabiga lasii joogay wixii diinahay ka maqleen iyay kuwaa usii sheegayay. kolkii cilmi la doonana waa kan sidii annagaa yeeli jirin oo kale cilmiga dadka dhanba inuu cilmi doonto ma aha, waa inay dadka qaar cilmi doontaan markay soo noqdaan ay qoomkooda u digaan. kolka aayaddan waxaa laga qaadanaya yidhi masaalix alcaama in la qaybiyo oo nin walba miidaankiisa, ninkii taftarnimo baranaya dhibiga baranaya, ninkii cilmulfalag iyo baranaya cilmu sanaaca ninkii baranaya, culum halkan alixya rolfisia ninkii baranaya, ninkii culumulislaam axaadiisa baranaya. laakiin wuxuu leeyahay in laysku daro ma aha, nin la arkay ikhtisaaskiisaas moogay wax kale inuu galo male, maxaa yeelay tashatudaa ku dhaca. hadda waxaa lagu leeyay mufaqafaa dadkii laga dhiga, mufaqaf waxaa waa shay la arka waxbaa lagaa barbara, kolka munawiraato wax la arka waxbaad ka garani waxaa sugaysana lama arko lama rabo. nin la arka maaragtay ikhtisaaskiisaas inuu ku qaasnoodo oo sugaal rabo. wamaa kaana almuminuuna muminiinta ma ahan macnaa owluu maaha liyanfiruu inay duulaan kaafatan haalayhin dhammaan falowlaa nafara fa hallaa nafara duuleena min kulli firqatin min kulli firqatin min kulli qabiilatin waaye min kulli beled oo minhum muminiinta ka mid a daa'ifatun koox ka duusheena liyatafaqahuu inay kasaan fi diini inay kasaan kuwa maaragtay nabiga markaa la jooga kuwa baxay ahaada iyo kuwa jooga ahaada iyo walinduru qoomum qoomkooda inay u digaan idaa waqtigii rajacuu ay noqdaan ilayhim qoomka intii kaa u noqdaan oo haddii cilmiga ayaga doorteen ama nabiga ay raaceen markay soo noqdaan ay u digaan oo u sheegaan. kolkay u digaan lacallahum yaxdaruun xasaaba lacal lacallahum mudan yaxdaruuna inay digtoonaadaan oo cilmiga intay qaataan ay ku camal falaan. yaa ayuha kuwan alladiina kuwii aamanuu rumeeyeen qaatiluu dirira alladiina kuwii la dirira yaluunakum idinla xiriira oo min alkufaari gaalada walyajiduu ha heleeno fiikum fiigii nagildatan kakanaan ha idinka heleen waaclamuu ogaadaad ana allaha macbuudka maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka cabsada macooda waay. ee aayaddaana waxaa waaye nabiga caleyhi salaatu wasalaam markii hore ayuu la dagaalamay ee markuu dacwada ka bilaabay markay dacwadii inuu fidiyo u diiday madiinu tigi makadii ka bilaabay uu horta la dagaalamay daa'ifuu la dagaalamay markuu carabtii maaragtay yaman iyo xadramowd iyo yamaama iyo hajare dhulkaa jasiiratu lcarab kolkuu sugay markaasu haddana wadutu tabuk waa kii maaragtay u diiday. kolka gaalada waxaa la rabaa alaqrab falaqrab kolba midka ku xiga inaad la dagaalantaa la rabaa. tan kale waxaa laga rabaa inaadan dagackii kaa helin ood u ka kanaatan taasaa lagaa rabaa. markii nabiga uu dhintayna calayhi salaatu wasalaam abubakar waa kii sii fidiyo kow iyo toban alwiyo yuu guntay. kolkuu abubakar dhintayna cumaraa sidii oo kale usii fidiyey sharqan gharban cusmaanaa kasii daraa wahaluma jarin qolaba qolada ugu dhow kaabay maaragtay yay la dagaa kol ay maslaxada keenna way jirtaa inaad qolo aan kuu dhoweyn aad la dagaalanto kolba maslaxadaasa la fiirinaya. yaa ayuha kuwan alladiina kuwii aamanuu rumeeyanow qaatiluu dirira alladiina kuwii la dirira yaluunakum idinla xidhiira min alkufaari gaala walyajiduu ha heleeno fiikum fiihii nagaldatan ka kanaan gildatan ka kanaan ha idinka heleeno waaclamuu ogaaday ana allaha macbuudka
مع المتقين كو إلهي كعب سبيل ما أعوذ الله والله سبحانه وتعالى أعلم.